السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول لقاء لحلا الترك مع شقيقتها ليلى روز لأول مرة بالبحرين. تمكنت النجمة المغربية دنيا باطمة من خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حفل عقيقة روان ابنة الفنانة رجوى السهلي وكذا ختان نجلها أريان. وصرحت دنيا باطمة لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة بعين المكان بأنها ستكشف عن ملامح طفلتها الصغيرة ليلى روز قبل سفر هذه الأخيرة للبحرين، وقالت غادي نوريكم ليلى روز قبل ما تسافر للبحرين لأول مرة، لأن كيف كتعرفوا زادت في الفترة دي الحجر الصحي ما كانش يمكن ليا نولدها تماك. وكشفت دنيا باطمة على أن السر الذي يجعل الناس يتهافتون عليها لإحياء حفلاتهم هو صوتها الذي يثير استحسانهم بالإضافة للقبول من عند الله. وقالت القبول من عند الله سبحانه وتعالى، والصوت اللي كيبغي يسمعوا الواحد لايف أحسن من أي حاجة، أحسن من كاسيت أو السيدي أو التلفازة. الأغاني اللي تنغني ناشطة تتفرح الناس، وفاش تنسالي تيقولوا لي عافاك كملي ما سخيناش بيك وما عييناش منك تنقول ليهم شكرا بزاف.